زي النهاردة يوم 22 من يونيو عام 1941 ألمانيا ابتدت هجومها على الاتحاد السوفيتي، والنهاردة في روسيا بيسموا اليوم ده هو يوم الحزن، لأن روسيا دخلت في حرب ضخمة شرسة من 1941 لغاية 1945. تخيلوا، مات في الحرب دي من الاتحاد السوفيتي 27 مليون نسمة. حرب العالمية الثانية مات فيها ما يقرب من 60 مليون من الجانبين. تخيلوا أرقام أكتر حرب دموية حصلت في التاريخ، 27 مليون ماتوا من الاتحاد السوفيتي زي ما بقول لحضراتكم. لذلك يا جماعة الحرب دايما بتبقى تكاليفها كبيرة جدا في الأرواح وفي كل حاجة. سلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة حصل مجموعة من الأخبار الهامة والخطيرة، هو أكيد هيبقى لها تغيير في منعطف الحرب الروسية الأوكرانية. اللي حصل أن الرئيس بوتين كان قاعد مع الخريجين من الأكاديميات أو الكليات العسكرية هناك في روسيا، وتكلم الرئيس بوتين بصراحة على الوضع وقال ان احنا بنجهز خلاص الجيل الجديد من صواريخ سارمات النووية، بنعدها علشان ننشرها. وده خبر كبير وقوي جدا ان روسيا لازالت بتستخدم وبتلوح بالسلاح النووي كرادع استراتيجي. علشان كده زي ما بقول لحضراتكم ان الغرب عايز يعمل حاجة، وهي سياسة تكسير العظام. هم عايزين الروس يقولوا احنا بننهج واحنا تعبنا وخلاص مش قادرين. يعني هم الغرب نفسهم لحد اللحظة دي السياسة اللي هم بينتهجوها ان هم مش عايزين يوصلوا روسيا ان هي تستخدم النووي، ولكن في نفس الوقت بيحاولوا ان هم يقصروا من العظام. ولكن الكلام ده جاي على دماغ الغرب انفسهم. النهاردة الغرب نفسه عارف ان كل التكاليف والفواتير اللي عمالين بيدفعوها لأوكرانيا مش جايبة اي نتيجة خالص. والدليل على كده صحيفة الليموند الفرنسية النهاردة بنفسها قدام حضراتكم بيتكلموا على ان الهجوم الاوكراني المضاد فشل وهم مش قادرين يعملوا اي حاجة. بتتكلم صحيفة الليموند امام حضراتكم على ان ازاي ان الهجوم المضاد ده مش قادر يخترق الدفاعات والحصون الروسية. بيقولوا ان روسيا غيرت من النهج بتاعها وفوجئوا بالدعم القوي الروسي من الدفاعات اللي مستخدمينها. بل مش كده وبس كمان يا جماعة، روسيا استخدمت في الهجوم المضاد ده قاعدة الهجوم هو خير وسيلة للدفاع. لو حضراتكم تتذكروا في الفترة بتاعت شهر يونيو وهو من بداية الهجوم المضاد، روسيا وجهت مجموعة ضربات كبيرة جدا لكييف وفي خاركييف وفي حتت كتيرة جدا في أوكرانيا. ليه؟ علشان هم بيضربوا مراكز الامداد العسكرية والاستراتيجية من الجيش الاوكراني في الهجوم المضاد. يعني روسيا ما استنتش كمان، حتى رغم الجدارات التحصينية اللي عملها الروس ما استنوش لما الاوكران يهجموا بكل ما عندهم، لا ده بقوا بيوجهوا مجموعة من الضربات الصاروخية وضربات الطيران على مستودعات الذخيرة. وده اللي عملته النهاردة هو روسيا. النهاردة الكلام ده النهاردة روسيا برضو بتدمر احد مستودعات الاسلحة والذخيرة الكبيرة جدا في أوكرانيا، وده اللي مخلي دلوقتي ان القوات الأوكرانية تراجعت. النهاردة يا جماعة سكرتير مجلس الأمن الروسي بيقدم لبوتين تقرير بالخسائر بتاعت الجيش الأوكراني بس في فترة الهجوم الأوكراني المضاد. في عندنا 13 ألف قتيل من أوكرانيا، خسائر دباباتهم 246 دبابة منهم 13 دبابة ليوبرد، 595 عربية مدرعة. خسائر الأوكران تعتبر قوية وكبيرة. ليه؟ لأن هم خسروا الحاجات دي من غير ما يحققوا أي هدف استراتيجي على الأرض. يعني طبيعي أن أي قوات بتهاجم بتخسر في قوتها، بتخسر كتير، بس نتيجة الخسارة دي ان هم بيحققوا على الارض خسائر للعدو، لكن هم مش عاملين اي حاجة خالص. ولذلك النهاردة اوكرانيا لجأت لحاجتين. اول حاجة ان هم وجهوا ضربة على جسر تشونهر، والحاجة التانية زيلينسكي طلع النهاردة وقال ان روسيا بتستعد لتوجيه ضربة وعمل إرهابي في محطة زاباروجيا النووية، وإن روسيا بتستعد علشان تعمل تسريب إشعاعي في المحطة دي. طيب ناخد الكلام يا جماعة مش بنسمعه بس،
هل زيلينسكي صادق ولا لا؟ بنحلل الكلام بلغة المنطق، وحنربط الكلام ده بضرب الجسر بتاع النهاردة. النهاردة أوكرانيا واعترفت بالفعل الجي يو آر اللي هي ورثتها أصلا المخابرات الأوكرانية من عهد الاتحاد السوفيتي، جي يو آر وجي آر يو، فاعترفت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن هم اللي وجهوا الضربة ديت. وأمام حضراتكم هنا الفيديو وهم بيعترفوا بالكلام ده. ولكن لما نيجي نبص على كلام زيلينسكي، هل زيلينسكي عنده حق فعلا إن روسيا هي اللي هتعمل التسريب الإشعاعي؟ خلينا بلغة العقل. أول حاجة، محطة زاباروجيا تحت نطاق مين؟ تحت نطاق الروس ولا تحت نطاق الأوكران؟ يعني لما الروس هيعملوا كده مين اللي هيتأثر بيها؟ طبيعي الروس مش الأوكران، لأن أصلا زاباروجيا دي تحت نطاق وتحت إيد الروس. رقم اتنين، ليه الروس هيلجأوا لتسريب إشعاعي في المحطة دي لما هم أصلا عندهم أسلحة نووية؟ يعني احنا لما نيجي نبص كده ونقول مين اللي عنده سلاح نووي ومين اللي ما عندوش سلاح نووي؟ روسيا عندها السلاح وأوكرانيا ما عندهاش السلاح، يبقى مين اللي هيستخدمها؟ اللي ما عندوش السلاح، لأنه هو عاوز يعمل تأثير نووي لكن هو ما عندوش السلاح، فنعمل ايه؟ نضرب في المحطة النووية. الحاجة التالتة بقى، وندخل بقى على المهمة جدا، احنا عندنا هنا منطقة خرسون الجنوبية، ده نهر الدنيبرو ودي منطقة خرسون الشمالية. القوات الروسية المفروض انها بترتكز في المنطقة دي، احنا عندنا السد الضرب فمغرق المنطقة دي كلها، فالقوات الروسية مرتكزة في المنطقة دي. في عندنا بقى المنطقة دي وشبه جزيرة القرم اللي بيربط ما بينهم الكوبري اللي هو تشونهار، ادي اهو قدام حضراتكم، لو نبص كده هنلاقي ان هنا بالظبط ده المكان بتاع كوبري تشونهار، ادي عندنا الاماكن البرية من هنا اهو، وده عندنا هنا الكوبري بتاع تشونهار، الجسر بتاع تشونهار من هنا هو. طيب ده جسر عندنا وده جسر تاني، في عندنا هنا مجموعة جسور بتربط ما بينهم، وهنا دي عندنا المية طبعا هنا، بصوا كده. طيب نحلل كده الكلام، هنا جزيرة القرم أمام حضراتكم مرة تانية، فين بقى زاباروجيا؟ زاباروجيا أهي على نهر الدنيبرو من هنا هو. طيب يبقى احنا كده ما نيجي نربط الاحداث ببعض، عندنا زيلينسكي بيقول ان روسيا هي اللي بتفكر انها تعمل عمل ارهابي وتعمل تسريب اشعاعي في محطة زاباروجيا اللي هنا، يعني هي عايزة تعمل تسريب اشعاعي علشان تموت القوات بتاعتها اللي هنا. ازاي؟ لما انت عندك القوات الروسية من هنا هتضرب لها الجسور من هنا ومش عارفة تخرج من الناحية دي علشان الأرض هنا كلها أصبحت وحل من ضرب السد، فأصبح المخرج الوحيد ليهم إن هم يخرجوا من هنا، فأنت هتعمل لهم تسريب إشعاعي، فبالتالي هتبقى محوط القوات الروسية من هنا. وده الكلام اللي أنا سبق وقلت لحضراتكم قبل كده، مين اللي له مصلحة إنه يعمل كده غير روسيا؟ اربط الأحداث ببعض. النهاردة زيلينسكي بيسبق ان هو عايز ان هو اللي يضرب روسيا ويضرب محطة زاباروجيا، عفوا يضرب القوات الروسية، يقول لك ان القوات الروسية هي اللي عايزة تعمل كده. طيب مين اللي له مصلحة ان هو يدمر زاباروجيا؟ مين اللي يدمر ويضرب ويعمل تسريب اشعاعي هنا؟ هو مفيش غير اوكرانيا، يبقى هو اللي عارف ان هو اللي عايز يعمل كده وبيحاول ان هو يرمي الكلام على اوكرانيا، على روسيا، هما اللي عملوا كده. بصوا يا جماعه اهو بالعقل كده، احنا عندنا اهو السد من هنا، انت بتضرب السدود اللي هنا وهنا القوات الروسيه مش هينفع تعدي، يبقى القوات الروسيه من هنا وحل ومن هنا ضربت الجسور، مخرجهم الوحيد منين؟ من هنا. انت اساسا عايز انك انت تضرب لهم زاباروجيا وتعمل تسريب اشعاعي في المنطقه دي كلها زي ما شرحت لحضراتكم اهو. واضح جدا، واضح وضوح الشمس، النهاردة أوكرانيا عايزة تعزل القوات الروسية اللي موجودة في خرسون وتضرب محطة بتاعت زاباروجيا وتبقى عزلت خرسون عن دعم من الكرم، أو أن القوات الروسية أنها تتراجع من ناحية الكرم، فبالتالي النهاردة القوات الأوكرانية هتلجأ للموضوع ده.
فاكرين لما وزير الخارجية الأمريكي بلينكن راح على الصين، وقلت لحضراتكم أن زيارته دي اللي قعدت 35 دقيقة مع الرئيس شي جي بينج مش هتأدي بأي ثمار خالص. وبالفعل أول ما خرج راح على طول طالع بايدن ووجه كلام لرئيس الصين واتهمه أنه هو ديكتاتور. بل مش كده وبس، كمان أمريكا راحت مدخلة إحدى السفن الحربية العسكرية اللي تتبع خفر السواحل الأمريكي في مضيق تايوان. واضح جدا كانت رايحة على مهمة معينة، عندهم طلبات من الصين، خاصة تتعلق سواء طلبات اقتصادية، سواء طلبات من القواعد اللي بتعملها الصين في كوبا، سواء بتعاون الصين مع روسيا. واضح جدا ان هم كان ليهم طلبات، والصين تعاملت معاهم بمبدأ الند بالند ورفضوا ان هم ينصاعوا الى طلبات امريكا. علشان كده هتلاقوا واشنطن بوست النهاردة وهي احد ازرع المخابرات الامريكية وبوق المخابرات الامريكية في امريكا وفي العالم، هتلاقوا الواشنطن بوست النهاردة مطلع مقال لازع جدا ومقال ملوش اي ستين لازمة بصراحة عن الرئيس بوتين وعن الرئيس شي جي بينج وعن مجموعة من الرؤساء موجودين واتهمتهم كلهم بالديكتاتورية. وهو انتوا عندكم مش رئيس بايدن ابنه ما عندوش فضايح قد كده؟ ولا انتوا عندكم الرئيس بايدن ده مش متهم بالخرف؟ واضح جدا يا جماعة ان السياسة الامريكية الحالية مش عايزين يجيبوها لبرة. وان انا بأكد لحضراتكم مرارا وتكرارا ان الحرب الروسية الاوكرانية دي للأسف مش هتيجي على بر، ومش هتنتهي بمفاوضات سلام، والموضوع هيتعقد اكتر واكتر. النهاردة فرنسا غيرت موقفها بعد ما كانت فرنسا رافضة ان اوكرانيا ممكن انها تدخل في الناتو في الفترة الحالية. اوكرانيا النهاردة من الواضح انها رابط انها تنضم الى الناتو، رغم بعض النداءات الدول اللي هي بتقول زي المانيا ان ما ينفعش ان اوكرانيا تدخل في الناتو وهي في موضع حرب، لان ده ضد اساسا سياسة الناتو. ولكن انا على ثقة ان هم الغرب لما هيفشلوا تماما في الهجوم المضاد امام روسيا هيلجأوا وجها لوجه للدخول امام القوات الروسية. ما قلتش لحضراتكم حاجة الا ما حصلت بالظبط. اتمنى المعلومات البسيطة تكون نالت اعجاب حضراتكم، واشكركم جدا على المشاهدة. سلام عليكم.